بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس هو من دروس الدورة العلمية المتعلقة بالأخلاق والآداب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا الكتاب الذي نتدارسه عنوانه تعليم المتعلم طريق التعلم لبرهان الدين أو برهان الإسلام الزرنوجي. وهذا المصنف لم يعرف عن سيرته كثيرا، إنما عرف بأنه برهان الدين أو برهان الإسلام الزرنوجي، وتوفي نحو سنة 610، وهو قد عاش في القرن السادس والسابع الهجري. هذا هو مصنف هذه الرسالة القيمة في بيان طريقة تعلم العلم، وقد سبقه علماء في هذا الشأن، أي في تصنيف كتب تتعلق بالحديث عن آداب العلم ونصائح لطلاب العلم، وهي متعددة، منها الرسالة المفضلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين أبي الحسن علي بن خلف، توفي 403، وكذلك رسالة لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وهي مشهورة، وكذلك رياضة المتعلم لأبي عبد الله بن الزبير، وهكذا. هناك رسائل يعني سابقة للمصنف، و أيضا من جاء بعده صنفوا في هذا الفن وتكلموا فيه وأودعوا بعض المباحث في كتبهم. فنبدأ ونقرأ هذا الكتاب ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، ونوضح ما يحتاج إلى توضيح، ونسأل الله التوفيق والسداد. يقول: الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ثم قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا هو تفضيل بني آدم، فضلهم الله سبحانه وتعالى. وقوله: والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم أو بني آدم، ولا فخر. وأيضا قوله:
ينابيع العلوم والحكم، هذا وصف لهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، الذين هم منبع ومصدر العلوم والحكم، يعني تستقى منهم وتؤخذ رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذن بين المصنف رحمه الله سبب تصنيف هذا الكتاب والداعي إلى تصنيفه، فقال: فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم، بمعنى يجتهدون الجد والاجتهاد والسعي في الأمر، يجدون إلى العلم ولا يصلون، يجدون إلى العلم ولا يصلون، يعني يسعون إليه بجد ولكن لا يصلون إلى تحقيق مرادهم، لا يصلون إلى مرادهم. وكما قيل: كل من أخطأ الطريق الموصل إلى المطلوب ضل، كل من أخطأ الطريق الموصل إلى المطلوب ضل. وهكذا يعني في كل الأمور، المرء إذا ضل طريق الشيء الذي يسعى إليه فإنه يضل ولا يهتدي إليه. وهكذا العلم، هكذا العلم إذا كان المرء يجد في تحصيله وطلبه ولكنه لا يسلك طريقه الصحيح فإنه يضل ويزيغ عن الطريق الصحيح. قال: ولا يصلون، يعني إلى بغيتهم ومن منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر، يحرمون. إذن قد يحرم المرء من منافع العلم وثمراته الكثيرة وهي العمل به، هذا أهم ثمرة، أهم ثمرة لطلب العلم أن تعمل به، وإلا ما فائدة أن يتعلم المرء علما ولا يعمل به، وكما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. يحرمون العمل به والنشر، يعني كذلك أنهم ينشرونه، يعلمون مسائله وينشرونه بين الخلق كما أنهم تعلموه، فهذه من ثماره. فقال: لما أنهم أخطأوا طريقه، إذن هم حادوا عن طريق طلب العلم الصحيح وتركوا شرائطه التي ينبغي أن تتوفر، وكل من أخطأ الطريق ضل، كما سبق أن كل من أخطأ الطريق الموصل إلى المطلوب فإنه يضل ولا ينال المقصود، قل أو جل، يعني صغر أو عظم هذا الأمر، لا يمكن أن يناله ما دام أنه أخطأ الطريق. فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتيذي. إذن هدفه من تصنيف هذا الكتاب ومراده أن يجعل لطالب العلم منهجا وطريقا يسلكه حتى لا يضل ولا ينحرف عن الطريق الصحيح، هذا هو سبب تصنيف الكتاب. ومادة هذا الكتاب، مادته يقول: على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتيذي، يعني أنه جمع ذلك من كتب السابقين أو من كتب مشايخه، استفاد ذلك وأودعه في كتابه كما سيأتي النقولات التي ينقلها، وكذلك ما سمعه من مشايخه من أساتذته. والأستاذ يجمع على أستاذون وأساتذة وأساتيذ، كلها صحيحة تجمع على هذه. فيقول: ما رأيت في الكتب
وسمعت من أساتذتي أو من أساتيذي، لعله في بعض النسخ أساتذتي، وهو صحيح، أولي العلم والحكم، كما سبق يعني أن هذا وصف لهؤلاء أصحاب العلم والحكم النيرة. قال: رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه. إذن بيّن المصنف سبب تصنيفي لهذا الكتاب كما كان شأن العلماء في تصانيفهم أن يبينون السبب، فهو بيّن أن سبب ذلك ما رآه من الحاجة إلى هذا التصنيف. ومنهم من يصنف بناء على رغبة بعض مشايخه أو طلابه، يطلبون منه ذلك ويقول: من لا يسعني مخالفته، وهكذا. الشاهد أنه ذكر السبب ثم عقب ذلك بقوله: رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه، أي في العلم. فإذا تعلموا واستفادوا من هذا الكتاب ومن علمه ودعوا له بدعوة بظهر الغيب، فهذا هو الذي يرجوه، يرجو من وراء ذلك هذا المقصد الشريف، أن يدعون له، نعم، المخلصين بالفوز والخلاص في يوم الدين، يعني الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم بالفوز والخلاص في يوم الدين بعدما استخرت الله تعالى فيه. وهذه قضية مهمة، أن يستخير المرء ربه دائما، والاستخارة سنة، وتكون في الأمور التي لا يدري العبد فيها وجه الصواب فإنه يستخير. وهذا يعني كان ديدا السلف والمصنفين، أنهم يستخيرون الله عز وجل في تصنيف كتبهم، في تصنيف كتبهم. وسماه كما يقول: وسميته تعليم المتعلم طريق التعلم، طريق التعلم. نعم، فهذه هي المقدمة التي قدم بها رحمه الله. نعم. وجعلته فصولا. فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. فصل في النية في حال التعلم. فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. فصل في تعظيم العلم وأهله. فصل في الجد والمواظبة والهمة. فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه. فصل في التوكل. فصل في وقت التحصيل. فصل في الشفقة والنصيحة. فصل في الاستفادة. فصل في الورع في حالة التعلم. فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان. فصل فيما يجلب الرزق وفيما يمنع، وما يزيد في العمر وما ينقص، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. إذن هو رتب هذا الكتاب على فصول كما ترون، جعله في فصول متتالية، وينقلنا من فصل إلى فصل، وكل فصل أودعه فوائد. فبدأ بماهية العلم، وانتهى فيما يجلب الرزق. فتلاحظون هذه الفصول أنها متنوعة وفيها فوائد قيمة سنأتي عليها بإذن الله تعالى. تفضل. فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. المقصود بماهية العلم، ماهية الأمر هو كنهه وحقيقته، ماهية الشيء كنهه وحقيقته وطبيعته وما تقوم به من صفات. وهذه الكلمة مأخوذة من أخذت من النسبة، ما هو أو ما هي، ماهية العلم، ما هو أو ما هي، هذا هو. فيقول: فصل في ماهية العلم والفقه وفضله، وسيأتي بيان ذلك. نعم. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. نعم، هذا الحديث يعني يضعفه بعض أهل العلم، ومنهم من يعني يصححه. عموما إن كان صحيحا فهو بدون زيادة ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذه الرواية على كل مسلم، ويدخل فيها المسلمة، على كل مسلم ومسلمة، يعني طلب العلم فرض عين على كل مسلم مكلف ومسلمة مكلفة. فهو نعم كل يعني يطلب العلم ولا يتوانى في تحصيله. نعم. اعلم أنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم، وإنما يفترض عليه طلب علم الحال، كما يقال: أفضل العلم علم الحال، وأفضل العمل حفظ الحال. نعم، يقول بأنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم، لا يمكن هذا، وإنما الذي يطلب منه ما عبر عنه بعلم الحال، وهو ما يتعلق بعلم أصول الدين، التوحيد، الإيمان، وما يتعلق بالفقه في الدين، الفقه. فهذا التعبير يعني يعبرون به عما يعترض للمرء في حاله من الكفر والإيمان والصلاة والزكاة والصوم وغيرها من الأحوال، هذه الأحوال. فالشاهد أنه يقول ليس كل علم يعني يفترض على المسلم، بل هذا العلم علم الحال، هذا مما يطلب ويحرص عليه. نعم، ويفترض مرة أخرى على المسلم، وإنما يفترض عليه طلب علم الحال، كما يقال: أفضل العلم علم الحال، وأفضل العمل حفظ الحال. نعم، ويفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله، في أي حال كان. إذن يعني يحرص على علم الحال الذي بينا، بأن يحافظ عليه من الضياع والفساد. نعم. فإنه لا بد له من الصلاة، فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة، ويجب عليه بقدر ما يؤدى به الواجب. نعم، فهو يقول: ويفترض على المسلم طلب ما يقع له، يعني ما يعترض له في حاله كما سبق، في أي حال كان، سواء كان في الحضر أو في السفر أو في المرض أو في الصحة أو في أي حال كان، في أي حال كان، فإنه لا بد له من الصلاة. هذا يعني مثال. فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته، لا بد للمرء أن يتعلم كيف يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيتعلم، لأن هناك علم يتعلق بالصلاة يحتاجه، لا بد له منه. ماذا يقرأ؟ فيحفظ الفاتحة مثلا، وما يقرأ في صلاته، يتعلم هذا الشيء، المقدار الذي يؤدي به الفرض، فهذا مطلوب منه، عليه أن يتعلم ذلك ولا يقصر فيه. ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب، وكما قيل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا الواجب لا يؤدى إلا بأن يتعلم، يعني هذه الصلاة لا يقيمها ولا يؤديها على وجه المطلوب إلا أن يتعلم ما يجب عليه فيها، هكذا. لأن ما يتوسل به، نعم، لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا، نعم، وما يتوسل به إلى الواجب يكون واجبا، أو إلى إقامة الواجب، وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا. نعم، إذن كما سبق يعني الشيء الذي تتوصل به إلى إقامة هذا الفرض، نعم، يتوسل ويتوصل به، كله صحيح، يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، فهو مطلوب بحسب حاله. إذا إن كان فرضا فهو فرض، وإن كان واجبا فهو واجب، وهكذا.
نعم. وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال، والحج إن وجب عليه. نعم، كذلك في الصوم نفس الشيء، فيجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه في الصيام. المفطرات مثلا لا بد أن يتعلمها، متى يبدأ الصوم، متى ينتهي، وهكذا يحافظ على صومه فيتعلم الأشياء التي هي مطلوبة في الصوم لا بد له. والزكاة كذلك إن كان له مال فيتعلم كيف يعني يعبد الله، إن لم يتعلم كيف يؤدي هذه الزكاة المفروضة إن لم يكن على علم. يتعلم النصاب وأن الحول قد حال، ويعني ما يجب عليه في هذا الأمر. وكذلك الحج إن وجب عليه، من استطاع إليه سبيله فإنه يتعلم ما الذي يجب عليه في الحج من العلم، الأركان والواجبات والسنن، يتعلم حتى يؤدي الحجة على وجهها الصحيح ولا يفرط. وهكذا الصلاة والصوم والزكاة، وهكذا سائر العبادات يؤديها على وجهها المطلوب. وكيف له أن يؤديها على وجهها المطلوب إن لم يتعلم ما يجب عليه فيها؟ نعم. وكذلك في البيوع إن كان يتجر. نفس الشيء، البيوع والمعاملات عليه أن يتعلم ما يجب عليه فيها، يتعلم الفقه المتعلق بالبيع والشراء، يتعلم الأحوال التي تمر به حال بيعه خشية أن يقع في الحرام أو يدخل في متاجرة لا تجوز، فهذا من المحذور. وكذلك في البيوع إن كان يتجر، في البيوع إن كان يتجر، وكذلك كما سيأتي في المعاملات عليه أن يتعلم، فيفترض على كل مسلم علم ما يقع في مبايعاته الشرعية، يتعلم، وإلا لو لم يفعل ذلك لا وقع في الحرام، عليه أن يتحرز من الحرام. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من لم يتفقه في الدين فلا يتجرن في أسواقنا، فلا يتجرن في أسواقنا. فكيف بحال بعض الناس يدخل في مرابحات ومساهمات ولا يفكر ولا يسأل ولا يستفسر عما يعني يجوز أو لا يجوز. وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: التاجر إذا لم يكن فقيها ارتطم في الربا، ارتطم في الربا، يقع في الربا لأنه لا يدري ولا يفقه هذه الأحكام التي تجري حوله عندما يبيع ويشتري وكذا. نعم. قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات. طيب، هنا قيل لمحمد بن الحسن: لم لا، عندنا لم لا، وقد يكون في نسخة: ألا تصنف كتابا في الزهد، يعني هذا من باب التحضيض والتحريض أن يصنف كتابا في الزهد. فأجاب بإجابة عجيبة، قال: قد صنفت كتابا في البيوع. إيش المعنى؟ يعني الزاهد من يحترز الشبهات والمكروهات في التجارات، هذا هو الزاهد، الذي ليس الزاهد الذي يحرم الحلال ولا يحل الحرام، لا، الزاهد يقول هو من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، إذا دخل في تجارته فإنه يتعلم قبل أن يدخل في تجارة، يتعلم الحلال والحرام، يسأل عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم ويكون على بينة من أمره، يسأل ويحذر كل الحذر من أن يقع في الشبهات أو فيما لا يجوز، يتحرى
نعم. الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف، وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه. وكذلك يعني كذلك كما أنه يتعلم في البيوع، يتعلم علم ما يحتاجه في البيوع، كذلك في سائر المعاملات يتعلم، والحرف والمهن يتعلم. فهذه الأمور تحتاج إلى أن يتعلم المرء العلم الذي يتعلق بها فيكون على بينة، ويتحرز عن الوقوع في الحرام فيها، لأنه إذا لم يتفقه ولم يتعلم فهو مظنة أن يقع في هذه الأحوال. نعم. وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال. نعم. كما أنه يفترض عليه أن يتعلم تلك الأمور السابقة، كذلك يفترض عليه أن يتعلم ما يتعلق بأحوال القلب أو أفعال القلب أو أعمال القلب، ما يسمى بأعمال القلب أو أفعال القلب. ومثل له بأمثلة من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال. فهذه الأمور لا شك أن المرء يمر بها، هذه الأحوال: التوكل على الله سبحانه وتعالى، الإنابة إليه، خشية الله سبحانه وتعالى، الرضا بما قسم الله. هذه الأحوال هي يعني مصاحبة للمرء، مصاحبة للمرء هي في جميع الأحوال، فلا بد أن يتعلم الأمور التي تتعلق بهذه الأحوال. نعم. كيف يعني يكون متوكلا على الله؟ كيف يخشى الله؟ كيف يرضى بما قسم الله؟ وهكذا يعني يتعلم هذه الأمور، يتعلم حتى يكون على بينة من أمره. فيفترض يعني علم هذه في كل حال، بخلاف الفروض التي تفترض في حال دون حال. هذه الأحوال هذه دائما يعني مصاحبة للمرء، فيفترض أن يكون على علم بها دائما. نعم. وشرف العلم لا يخفى على أحد، إذ هو المختص بالإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيه الإنسان وسائر الحيوانات، كالشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. نعم. فشرف العلم لا يخفى على أحد، يعني هو معلوم، وقد جاءت يعني نصوص الكتاب والسنة في هذا. ويقول: إذ هو المختص بالإنسانية، يعني بصفة الإنسانية، بصفة الإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات. هذه يعني الصفات أو الخصال الأخرى غير العلم يشترك فيها الإنسان والبهائم كذلك تشترك فيها، فلا يختص بها المرء. ومثل لذلك كالشجاعة، الشجاعة إن كان هناك من الناس من هو شجاع، ففي الحيوانات من هو شجاع. الأسد معروف بشجاعته وقوته، والقوة كذلك، القوة هناك من البهائم من هو قوي ومعروف هذا، وكذلك ما يتعلق بالشفقة، فالحيوانات ترحم وتشفق. وقد جاء في الحديث: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، بين
الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، الوحش تعطف على ولدها، فالرحمة موجودة والشفقة. إذن هذه أمور مشتركة لا يختص بها بنو آدم أو الإنسان، لا يختص بها، هي مشتركة، لكن ميز الله عز وجل الإنسان بالعلم، بالعلم. نعم. وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له، يعني وبه يعني بالعلم أظهر الله فضل آدم عليه السلام، كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فعلمه سبحانه وتعالى ثم أسجد له الملائكة، ثم أسجد له الملائكة، أمرهم بأن يسجدوا له فسجدوا. نعم. وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى التقوى الذي يستحق به الكرامة، في بعض النسخ إلى البر والتقوى، لكن يبدو أن هذه زائدة. نعم، لأنه قال الذي يستحق بها المرء الكرامة عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالضمير يعود على يستحق بها، يعود على التقوى. وإنما شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى، أو إلى التقوى الذي يستحق بها المرء الكرامة عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى التقوى الذي يستحق به الكرامة عند الله تعالى والسعادة الأبدية، كما قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحور الفوائد، تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم، كما أن المرء يشرف بالعلم وترتفع مكانته ويستحق الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يعيش حياة سعيدة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهذا يعيش حياة سعيدة، هذا الذي يطلب العلم ويحصله ولا شك. وهذه الأبيات التي سمعناها فيها من الفوائد تعلم فإن العلم زين لأهله، لا شك أنه يزين ويجمل بأهله، فيكون صاحب العلم في حال من المكانة والشرف، وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة، فالمرء في كل يوم يستزيد من العلم، وقل ربي زدني علما، ما يتوقف، ما يتوقف، لا يتوقف أبدا، في كل يوم يستزيد من العلم ويطلب العلم ولا يقول يكفيني، لا. وقد رؤي الإمام أحمد رحمه الله وقد شمر عن ثوبه وهو يحمل المحبرة، فقالوا ما هذا يا إمام؟ قال من المحبرة إلى المقبرة لا يتوقف. وكما يقول القائل إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. إذن يرى أن اليوم الذي لا يستفيد منه هدى ولا يكتسب علما ليس من عمره، يذهب عليه. فعلينا أيها الكرام أن نستفيد من أوقاتنا وأن نستزيد من طلب العلم ولا نتوقف، في كل يوم يستزيد الواحد علما جديدا يضاف إلى علمه، وهكذا ولا يأنف المرء ولا يستكبر عن طلب العلم، بل يستمر حتى الممات وهو يطلب العلم. وقول
الشاعر: فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا يشير إلى حديث ضعيف لا يصح، أنه فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكن هذا الحديث لا يصح، ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وكفضلي على أدناكم، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. والعلم وسيلة إلى معرفة التكبر والتواضع والعفة والإسراف والتقتير وغيرها. نعم، يعني في نسخة: والعلم وسيلة إلى معرفة الكبر والتواضع والألفة والعفة والإسراف والتقتير وغيرها، يعني اختلاف النسخ مرة أخرى. والعلم وسيلة إلى معرفة الكبر والتواضع والألفة والعفة والإسراف والتقتير وغيرها. نعم. وكذلك في سائر الأخلاق نحو الجود والبخل والجبن والجرأة، فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام، ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها، فيفترض على كل إنسان علمها. نعم. إذن يقول: العلم وسيلة إلى معرفة الكبر والتواضع إلى آخره. هذه الخصال، هذه كيف تتعرف عليها وكيف تكون على بينة منها؟ إلا بالتعلم منها صفات ذميمة: الكبر والإسراف والتقتير، ومنها صفات طيبة حميدة: التواضع والألفة والعفة. كيف تعرفها؟ إلا بالتعلم. وكذلك في سائر الأخلاق يقول: نحو الجود والبخل والجبن والجراءة والجرأة، كل هذه كيف تعرفها؟ إلا أن تتعلم ذلك وتفقه ذلك. وطبعا المرء يتعلم الأشياء الذميمة أو الأخلاق الذميمة، يتعرف عليها من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فيتعلم الواحد الخير من الشر ويميز هذا عن هذا، وكما قيل: وبالضد تتميز الأشياء، وبالضد تتميز الأشياء، والشيء يظهر حسنه والشيء يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، والشيء يظهر حسنه الضد، الضد يظهر حسن الشيء. فلما تتعلم أن الكبر كذا وكذا، ففي المقابل تعرف، لما تتعلم أن الكبر هو كذا وكذا، فإنك في المقابل تعرف كيف يكون التواضع. نعم. ولما تعرف مذمة الكبر مثلا، تعرف أهمية التواضع ومكانة التواضع، وهكذا، يعني في الأمور المتقابلة الكبر والتواضع. فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام، هذه الأمور محرمة، كيف لك أن تعرف ذلك؟ هناك من الناس يرتكب بعض المعاصي ولا يدري عن حكمها، ما يدري، يقول: والله ما أدري، ما أحد علمنا، ما أحد. الواجب على الإنسان أن يتعلم الشيء الحرام، يتعلم ويعرف، ما يمشي هكذا يعني ويرتكب أي شيء ويقلد الناس، يظن أنه لما يقلد الناس أنه يعني يقوم بالواجب عليه. خطأ، عليه أن يسأل ويتحرى ويفهم وهكذا. نعم. وقد صنف الشيخ الإمام الأجل الشهيد ناصر الدين أبو القاسم رحمه الله كتابا في الأخلاق، ونعم ما صنف، فيجب على كل مسلم حفظها. نعم، يعني يثني على الشيخ ناصر الدين أبو القاسم الذي صنف كتابا في الأخلاق، وغيره صنف أيضا في الأخلاق، ويقول: ونعم ما صنف. وهذا من يعني كرم هذا المصنف، جزاه الله خيرا،
فإنه امتدح ما صنف غيره، امتدح ما صنف غيره وأثنى على من صنف في الآداب في الأخلاق. وهكذا ينبغي علينا إذا علمنا أن فلانا مثلا صنع معروفا أن نثني على معروفه هذا، أو إذا قام بعمل جليل صالح أن نثني على عمله هذا ونشكر من قدم معروفا وهكذا. ويقول فيجب على كل مسلم حفظها، أن يحفظ هذه الأخلاق التي ذكرها المصنف، فهو يدلنا على ما صنف غيره في الأخلاق التي ينبغي أن يمتثلها المرء وأن يتخلق بها. وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما هو معلوم. نعم. وأما حفظ ما يقع في الأحايين ففرض على سبيل الكفاية، إذا قام به البعض في بلدة سقط عن الباقين، فإن لم يكن في البلدة من يقوم به اشتركوا جميعا في المأثم، ويجب على الإمام أن يأمرهم بذلك ويجبر أهل البلدة على ذلك. ويجبر أهل البلدة على ذلك. نعم. إذن يقول إنه ما يقع في بعض الأحايين يعني ليس بدائم، فهذا يتعلم على سبيل الكفاية، يعني كما قال هنا إذا قام البعض في بلدة سقط عن الباقين، هذا ما يعرف بفرض الكفاية، الفرض الكفائي. لكن التعريف الأقرب لفرض الكفاية إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وليس إذا قام به البعض. نعم. فإذا قام به من يكفي هذا العلم وتعلموه مثلا ونشروه فالحمد لله حصلت بهم الكفاية، مثل علم المواريث مثلا الفرائض، لو تعلمه عدد من العلماء ونشروه وكذا يكفي هذا. فهناك من العلوم ما يكفي أن يتعلمه من إذا قام به سقط عن الباقين، يعني سقط الواجب عن الباقين في تعلمه. وإلا يقول فإن لم يكن في البلدة من يقوم به اشتركوا جميعا في المأثم، يعني لابد أن يقوم بعضهم بتعلم هذا العلم وألا يذهب ويضيع هذا العلم. فيجب على الإمام الراعي أن يأمرهم بذلك. نعم. ويجبر أهل البلدة على ذلك، ويجبر أهل البلدة على ذلك. نعم. قيل إن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة الطعام، لا بد لكل واحد من ذلك، وعلم ما يقع في الأحايين بمنزلة الدواء يحتاج إليه في بعض الأوقات. نعم. يعني هناك ما نحتاج إليه دائما كما مر معنا، يعني الصلاة والزكاة وأشياء نحتاجها دائما، فالطعام لا يستغني عنه أحد. وكذلك هذه الأحوال، تعلم هذه الأحوال ما يستغني عنها أحد، هي مطلوبة دائما. ولكن هناك أشياء نحتاجها في بعض الأحايين في بعض الأوقات وليس دائما، فهذا الفرق، يعني أن هناك ما يكون في جميع الأحوال ومنها ما يكون في بعض الأوقات. نعم. وعلم النجوم بمنزلة المرض فتعلمه حرام، لأنه يضر ولا ينفع. النجوم المقصود به ما يعرف بالتنجيم، تنجيم، وهو ضرب من السحر، كما جاء في الحديث الصحيح من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم، وفي رواية من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فهذا تعلم
حرام. قال: لأنه يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع، كما قال تعالى في سورة البقرة عن السحر إيش؟ ويتعلمان منه، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ما ويتعلمون ما ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن هو يضر ولا ينفع، ما بعض العلوم لا نفع فيها، لماذا يتعلمها الإنسان؟ قال: والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن، لأن قضاء الله حاصل ولا بد أن يقع، فما منه مهرب. فتعلم هذه العلوم التي لا فائدة منها، اللي هو تنجيم وغيره، لا فائدة فيها، وسيأتي بيان هذا العلم الذي يسمى بالعلم. نعم. والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن، فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة للبلاء والصلاة، ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ليصون الله عنه تعالى البلاء والآفات، فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة. فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة، ولكن ييسره الله عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء. طيب جميل. إذن يقول: ينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله، هكذا ينبغي أن يكون الواحد مشتغلا بذكر الله، كما كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. إيش يعني على كل أحيانه؟ يعني في كل أوقاته، في كل أوقاته عليه الصلاة والسلام يذكر الله دائما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالإنسان يشتغل بذكر الله ولا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، يشتغل بذكر الله، يشتغل بالدعاء، يدعو الله كثيرا ويتضرع إليه، وكذلك يقرأ القرآن ويستزيد من قراءته، ويبذل مما أعطاه الله، يتصدق. قال: والصدقات الدافعة للبلاء، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فالإنسان يتصدق، إن كان مقتدرا يتصدق ويبذل من ماله في وجوه الخير. ويقول ابن القيم رحمه الله: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم، بل من كافر، حتى لو كانت من هؤلاء فإن الله يدفع عنهم سبحان الله بهذه الصدقة التي يبذلها ويتصدق في وجوه الخير، يدفع الله عز وجل عنه البلاء، يدفع عنه البلاء. فهذا معنى قولي: والصدقات الدافعة للبلاء. والصلاة أيضا، يكثر من الصلاة، يصلي ويكثر منها، نعم، ويتقرب إلى الله بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إيش؟ الصلاة، النوافل. ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كذلك هذه من الأمور التي يدعو بها المرء، كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكذلك قال لعمه: يا عم سل الله العافية، سل الله العافية. فكل إنسان يسأل الله العافية دائما: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فيسأل الإنسان ربه العافية دائما دائما، يسأل الله العفو والعافية دائما، ليصون الله عنه تعالى البلاء والآفات، يدفع الله عنك هذه الأمور، يدفع الله عنك، يبتلى الإنسان وكذا. لكن إذا كان الإنسان دائما الصلة بالله، يدعوه ويلجأ إليه ويتضرع إليه وكذا، يدفع الله عز وجل عنه البلاء ويحميه.
كما قال: فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة. هذا يعني أثر أو جزء من أثر يروى مرفوعا لكن لا يصح أيضا، ما يصح أنه من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح. ولكن ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، ولكني أحمل هم الدعاء، فإن وفقت للدعاء جاءت الإجابة، جاءت الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلى المرء أن يدعو ربه دائما ويلجأ إليه دائما، وتسأل الله عز وجل في كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه إيش حتى في، وكما قال: في شسع نعلي إذا انقطعت، يعني حتى في الأشياء الهينة يسأل الله دائما ويدعوه. يقول: فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة، يصيبه لا محالة، ولكن في هذا الأمر ييسره، ولكن ييسره الله عليه، يلطف به سبحانه وتعالى وييسره ويهونه عليه. إذا نزلت به مصيبة أو بلاء فإنها تهون عليه وتخف إذا كان دائم الذكر لله ودائم الدعاء ودائم نعم، ويرزقه الصبر ببركة دعائه أو ببركة الدعاء. إذن هذا مطلوب أيها الإخوة الكرام. نعم. اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك. نعم، فهذه ترجع إلى مسألة علم النجوم، وأنه نوعان: علم تسيير وعلم تأثير، علم تسيير وعلم تأثير. علم التأثير الذي سبق، يعني الذي سبق، وأما علم التسيير فهو معرفة دلالات النجوم على الجهات والأوقات، أن يستدلوا بالنجوم على الجهات وعلى الأوقات، فهذا لا بأس به، فهذه يعني سنن كونية قدرها الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن هذا الأمر ليس فيه شيء، هذا نوع من علم النجوم يسمى علم التسيير، التسيير وهو الإرشاد والدلالة على الجهات والأوقات، فهذا لا شيء فيه. لكن الآخر الذي هو علم الإيش التأثير الذي سبق، الذي هو ضرب من السحر، هذا المنهي عنه وهو المحرم. نعم. وأما تعلم علم الطب فيجوز، لأنه سبب من الأسباب فيجوز تعلمه كسائر الأسباب. نعم. وقال قبلها: اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة أو تعرف به القبلة، هذا يعني لا بأس، أنك وأوقات الصلاة كما سبق فيجوز ذلك. وأما تعلم علم الطب فيجوز لأنه سبب من الأسباب فيجوز تعلمه كسائر الأسباب. الطب سمي علم الطب لأن الطب في اللغة هو علاج الجسم، علاج الجسم، فسمي علم الطب، علم الطب. نعم. ونقل عن الذهبي رحمه الله أنه قال: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه، إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه. إذن عندنا العلم هذا يعني الذي يتعلق بالطب علاج الأجساد فهو جائز تعلمه، جائز تعلمه كسائر الأسباب، فهو من الأسباب. الإنسان يتعلم هذه العلوم للنفع وللاستشفاء، يعني لطلب الشفاء وللعلاج وكذا وهكذا. نعم.
وقد تداوى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تداوى عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع التوكل أن يتداوى المرء، لا يمنع، ليس معنى أنه متوكل أن يترك الأسباب، لا، يأخذ بالأسباب كما سبق، يعني أن هذا الطب أسباب، سبب يعني للعلاج وللتداوي، فلا بأس بذلك. نعم. وقد حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: العلم علمان، علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان، وما وراء ذلك بلغة مجلس. العلم علمان، علم الفقه للأديان، فهذا يتعلق بالأديان، والآخر يتعلق بالأبدان، علم الطب. فعرفنا أن علم الفقه للأديان هذا مطلوب ويسعى إليه، وأما علم الطب للأبدان فهذا جائز ولا شيء في ذلك، لكن ما وراء ذلك يقول لك هو بلغة مجلس، يعني أنه لا قيمة له ولا قدر، ومعنى البلغة يعني ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها، بلغة مجلس يعني شيء لا قيمة له ولا قدر. إنما العلم علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان، هكذا. نعم. وأما تفسير العلم فهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به كما هو. نعم، يعني هذا التعريف منسوب للمتكلمين. تفسير العلم يقول هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي كما هو، لمن قامت هي به كما هو. المعنى نذكر لكم المعنى ثم نبين لكم معنى العلم الأفضل من هذا التعريف. يعني يقول إنه هذا العلم صفة يتجلى لمن قامت به هذه الصفة، هذا الشخص، يقصدون بالمذكور الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل والمفرد والمركب والكلي والجزئي، هكذا يعني. فيقولون أن من نال العلم فصار عنده صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه، ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه، يصبح عنده يعني أمر واضح جدا فلا يشتبه عليه أمر، هكذا يعني معنى. فيخرج عن هذا الحد الظن، الظن لا يكون داخلا في هذا، والجهل المركب لا يدخل في هذا، واعتقاد المقلد المصيب أيضا لا يدخل في هذا. فهذا المعنى يعني أنه ينكشف، أنها صفة ينكشف لمن يحمله هذا الأمر. تعالوا إلى التعريف الذي يعني هو أولى أن يعرف به العلم. العلم ويقابله الجهل، يعني هو نقيض الجهل. أما في الاصطلاح فهو المعرفة، المعرفة هذا أفضل، المعرفة وهو ضد الجهل. وقال بعض أهل العلم إن العلم أوضح من أن يعرف، أوضح من أن يعرف، العلم هو العلم. فهو فالمقصود أن العلم هو العلم، أو أنه هو المعرفة، فهو أفضل من هذا التعريف الذي ذكره المتكلمون. أي نعم. والفقه معرفة دقائق العلم مع نوع علاج. بعض النسخ الفقه معرفة دقائق العلم فقط، وليس في إضافة مع نوع علاج، لكن على العموم هذا تعريف يعني من تعريفات الفقه، أنه دقائق العلم، دقائق العلم، الأشياء الدقيقة في العلم. لكن هناك تعريف هو المشتهر والذي أثر عن الشافعي رحمه الله، أنه قال العلم الفقه، ما هو الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا يعني التعريف الشائع أو المشتهر، والذي ذكره أيضا الشافعي رحمه الله، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. نعم. قال أبو حنيفة عليه رحمة الله: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال هذا أيضا يعني هذا تعريف عام شامل يشمل أحكام الاعتقادات والأخلاق
والعمليات، العمليات يعني الأشياء العملية، الصلاة والزكاة هكذا، فهو إيش يشمل يعني، هذا تعريف شامل. نعم. وقال ما العلم إلا للعمل به، والعمل به ترك العاجل للآجل. نعم. إذن هذه مسألة مهمة جدا، أن العلم لا يراد لذاته، لا يراد لذاته، إنما يراد للعمل به، يراد للعمل. فما الفائدة أن يتعلم الإنسان ولا يعمل بعلمه؟ يعني لا فائدة. العلم لا يراد لذاته، إنما يراد للعمل به، وإنما يراد منه خشية الله والتقرب إليه بما فيه رضاه واتقاء سخطه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو، لا يراد لذاته، لا بد أن نعلم هذا الشيء، وأن يكون الأمر دائما نصب أعيننا أن العلم لا يراد لذاته. ولا ما الفائدة أن الواحد يحصل من العلم ما يحصل ثم لا يعمل؟ لا. وكما قيل العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. وعلم بلا عمل كثمرة، كشجرة بلا ثمر، وككنز لا ينفق منه. لا بد للمرء أن يعمل بعلمه، وألا يكتفي بالتحصيل. نعم. فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه وما ينفعها وما يضرها في أولها وآخرها، ويستجلب في، نعم، في أولاها وأخراها كذا في بعض النسخ، في نسخة، نعم، في أولها وآخرها. طيب لا بأس. نعم. ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما يضرها. نعم. نعم. كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه فيزداد عقوبة، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. نعم. إذن هنا يحث المصنف رحمه الله أن على المرء الاهتمام بنفسه، بأن يعمل ويبادر إلى العمل ويحرص على ما ينفعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، فيعمل بما تعلم، ويحذر من أن يستكثر من حجج الله عز وجل عليه، لا يستكثر من حجج الله عليه، يعني يتعلم يتعلم ولا يعمل ولا يحدث لما تعلم علما. فالإنسان يخشى على نفسه، عليه أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه. فالعلم لا يتعلم لذاته، إنما يراد للعمل به. ويقول هنا: فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها في أولها وآخرها، أو في أولاها وأخراها، يعني في الدنيا وفي الآخر، الشيء الذي ينفعه، ويستجلب ما ينفعها، يحرص يعني على جلب ما ينفعها، ويجتنب عما يضرها، ويجتنب عما يضرها، الشيء الذي فيه ضررها فيبتعد عنه ولا يقربه، كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه. فهذه نعم من الله، نعمة العقل ونعمة العلم، حتى لا تكون حجة على المرء، حتى لا تكون حجة على المرء، فإن الله عز وجل أعطاه عقلا يميز به، وأعطاه علما يستطيع أن يتفقه به، فلا يكون هذا العقل وهذا العلم الذي تعلمه حجة عليه عياذا بالله. فكل واحد منا يراجع نفسه في هذا، ألا يكون العلم الذي تعلمه حجة عليه. فالقرآن حجة لك أو عليك، والعلم كذلك حجة لك أو عليك، إذا تعلمته ولم تعمل به وقصرت فيكون حجة على المرء، ما الفائدة؟ وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة، وأخبار صحيحة مشهورة، لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب. نعم. فهو يشير إلى أن هناك كثير من الآيات والأحاديث والآثار الواردة في فضل العلم، وهي لا تخفى
عليكم، كقوله تعالى نريد مشاركتكم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. جميل. وكذلك هل يستوي الذين يعلمون؟ يعني لا يستوون، لا يمكن أن يستوي من يعلم ومن لا يعلم. جميل. وكذلك ما أسمع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات. قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جزاك الله خير. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أحق الناس بخشية الله العلماء. وكذلك الأحاديث مثل التي يعني ذكرنا شيئا منها. نعم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة نعم تضع أجنحتها لطالب العلم. جزاك الله خير. وأيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما شاء الله. طيب، وأيضا تهد ولا في فضل العالم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتت الأمة ما توعد. جزاك الله خيرا. طيب، ما هو الشاهد في هذا؟ شاهد أخذ العلماء أن من العلماء أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب العلماء عنه. طيب طيب، بارك الله فيكم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل العلم ومكانته. نسأل الله الكريم المنان أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل غدا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.